وربما قد تلجأ الحكومة التونسية وقيس سعيد إلى المحور العربي لسد فراغ الخزينة. أنت كمختص، نسبة المعاملات مع الدول الأوروبية تفوق 78، مع الاتحاد الأوروبي أكثر من 78%. بالضبط. سؤالي، ما قيمة التعويل؟ احنا مع اللحمة العربية، لكن ما قيمة التعويل على الجانب العربي إذا كانت نسبة المعاملات التجارية الخارجية لا تتجاوز 1%؟ على كل حال، المبادلات التجارية ما بين تونس، وإذا كانت تحب تحكي على الخليج العربي، نعم، ضعيفة نريد جدا. أرقام أستاذ حسام. إيه، ضعيفة جدا. الأرقام ما تتجاوزش كما كنت تقول أنت 1%، 1.5% من مجمل التعاملات الاقتصادية. وتاريخيا، على القليلة تاريخيا، كي نقول تاريخيا، منذ الثورة ومنذ انتخاب الحكومة الأولانية الشرعية في موفق 2011، نتفكر أن رؤساء الحكومات التوانسة الذين تعاقبوا على في العشر سنوات الأخيرة، باستثناء الزوز رؤساء حكومات اللي جاءوا بعد انتخابات 19، الكلهم تحولوا إلى الخليج لطلب يد المعونة من اساسا من السعوديه، من نعم، الامارات، من الكويت، جلب استثمارات. يعاونون على تمويل، على الاقل تمويل نسبه من الميزانيه. وحسب علمي، نعم، على الاقل من الزوز دول دوما لم نتحصل على شيء، بل بالعكس وقعت حملات شيطنه كبيره ياسر في الاعلام السعودي وقت اللي نتفكروا تحول حمادي جبالي الى السعوديه. صارت حملات شيطنه كبيره ياسر بطبيعه الحال. ثم رمزيه نتاع حمادي جبالي شكون يمثل، ونعرفوا تسلسل الاحداث من 2011 الى يومنا هذا حول اعاقه التحول الديمقراطي في تونس وفي بقيه الدول العربيه. فالحقيقه انا سمعت الاخبار اليوم، تناولت الاخبار وتناولوه بعض الصحفيين والعاملين في المجال الاعلامي على تحول السيده الوزيره، ولكن انا ما نغذيش طموحات كبيره ياسر حول انه مش تكون اعانات كبيره ياسر. ممكن ما تكونش اعانات بالكل، خاصه وانه التقدم في النقاشات ماهوش تقدم، ما خداش حيز كبير، على خاطر باش تنجم تتحصل على اعانات في اطار يا اما ودائع والا قروض، فما شروط، فما تعاقد وفما شروط، والعقد هو اللي يبين شنو هما شروط التعاقد، على المده، على نوع العمله، على نسبه الفائده، هل درها هو قرض ولا وديعة، لانه فما اختلاف. فالحقيقه انا من لميش طموحات كبيره ياسر. ربما، على كل حال، نتمنى كان الخير لبلادي. ربما السيدة الوزيرة في تحولها للمملكة العربية السعودية تعقد اتفاقات مهمة بالنسبة للخزينة التونسية، باش تنجم على القليلة تتحصل على بعض الإعانات المالية، على القليلة كما قلت العاجلة ربما لتجاوز الظرفية. نعم، حتى نستناو قانون المالية الجديد نتاع سنة 22، قانون المالية التكميلي، باش نعرفوا شنو هما التحديات الماليه نتاع البلاد. نعم، كما قلت لك، ما عنديش انتظارات كبيره ياسر فيما يخص هذا المجال، فيما يخص الحقيقه الاعانات من هذايا. نعم استاذ.